أخبار اليوم. يعني ما منوش قال يا ياسين؟ خلاص يا ياسين أنا هظبطه. أبويا قال لي زمان حط الدنيا تحت رجليك عشان لو حطيتها فوق راسك هتبيع وتشتري فيك، ويا ريتني سمعت الكلام. لا يوسف ده حكايته حكايه، يعني مش بتتحكيش كده في قعده، لكن هي شخصيه صعبه وجديده، وانا بحب دايما اروح للحاجات الجديده المختلفه اللي فيها اختبار يعني. فيا رب يعجب الناس، وده اهم حاجه، خصوصا ان الكاتب ايمن مدحت عامل مجهود جبار، والمخرج احمد مدحت عامل مجهود رائع، مدير التصوير احمد جبر عامل صوره مختلفه. انا اشتغلت انا وجبر قبل كده في طرف ثالث، والسنه دي مع بعض في ظرف اسود، بس هو فعلا مدير تصوير متطور، بيعرف دايما يجدد الصوره ويخلي شكلها مختلف ومربوط بالدراما، لان ده مهم جدا يعني. المرة دي الموضوع مختلف عن أي حاجة قدمتها قبل كده، وزي ما بقول لك أنا ما بهواش زي ما أنت قلت عمل النوعية معينة، أنا بحب العمل الجيد. هتديني قصة حب هحبها لو حلوة، هتديني قصة بوليسية مثيرة هحبها لو كانت مكتوبة حلو، يعني أنا ماليش حاجة معينة أو خط معين عايز أمشي عليه، أنا عايز أمشي على خطوط كتيرة جدا عشان التغيير دايما مهم. انا يعني انا بقول لك الاعمال اللي انا عملتها تنوعت، يعني ما تقدرش تقارن مثلا ما بين شخصيه سليم في عدة تنازلي وبين السنه اللي قبليها الشيخ طارق في نيران صديقه، ده حاجه وده حاجه تانية خالص، او يوسف في طرف ثالث، او كريم في المواطن اكس. يعني لو بص على الشخصيات دي هتلاقي كل شخصيه مختلفه عن التانية. ما بحاول دايما ما اكررش نفسي. خلينا عن كواليس العمل بقى. كواليس التصوير حلو لان كلنا اصحاب، انا ودره وانجي وعم صلاح والاستاذ محمود البزاوي ومحمد ممدوح، يعني كلنا اصحاب، فالكواليس جميله جدا، لكن الشغل متعب في النهايه يعني. واحنا الناس ممكن تتخيل ان احنا بنبقى قاعدين مبسوطين عشان احنا اصحاب بنهزر، بس ما بقاش في وقت، احنا بنبقى شغالين، وحتى لو انا في اللحظه دي مش بصور فانا قاعد بحضر المشهد اللي بعديه، او مش يعني قاعد في حاله تركيز يعني. المشاهد الصعبه كتير. بص انا ما فيش حاجه بالنسبه لي اسمها مشهد صعب، اذا عايز تتكلم عن صعب جسمانيا في مشهد بس كنت بتضرب فيه، فده ساعات الممثلين بيغلطوا بيروحوا ضاربينك بجد، فمثلا تعورت من يومين، حاجات كده بتحصل. لكن مشهد صعب كماستر سين بتمثله، انا بعتبر ان كل مشهد حتى لو انت داخل كده بتخبط على الباب وبتفتحه ده ماستر سين، لان انت لازم تبقى في الشخصيه، مش انت كعمر اللي بتخبط على الباب، لا يوسف هو اللي بيخبط على الباب. بس السنه اللي فاتت واللي قبليها الاعمال كانت مميزه جدا، وحتى لما بتحصل صدف انه حد من الجماعه الاجانب اللي بيشتغلوا وبيتفرجوا على شغلنا في مصر، مش شغلي انا بالتحديد، شغلي انا وشغل الزملاء كلهم، بيعجبوا وبينبهروا بمدى المستوى الفني العالي جدا اللي موجود في الاعمال دي، وخصوصا ان هم عارفين ان احنا ما بتتوفر لناش يعني سبل الراحه اثناء التصوير زي ما بتتوفر لهم بره. بس